سميتني طارق غزالي، كنسكن في القدس، خدام كنبيع الديسير، والدراري كيعرفوني اللي كيعرفني قديم راه شافني كنخدم في ستاسيون، كنت كنخدم مع البناية. والمهم عندي ثلاثة الوليدات، الصغير فيهم عنده عام ونص، والكبير عنده 8 سنين، الدرية الصغيرة عندها 7 سنين. المهم الدري الصغير عنده واحد الفضق وخاصه يدير عملية، وكنناشد القلوب الرحيمة لكان شي واحد يقدر يساعدني، ومن والله لا يضيع أجر المحسنين. أنا يراك عارفيني ديبلوم تكنيسيان كونستركسيون ميتاليك، ودراك يعرفوني صدور، كنت خدام في الأول صدور، وكنت كنصوب الفرارن، ورا الدراري في بوجنيبة ربما كيعرفوني بزاف. ومني كان وقع لي المشكل ديال انني كنت درت واحد البروجي وكنت دفعت واحد الشيك وما لقيتش باش نخلصو، كنت شديت كنت دوزت واحد شهر ونص تقريبا، ومني خرجت وليت شي شركه اللي كنت دفع عليها كيقولوا لك لا خاصك حسن السيره، خاصك حسن السيره، ودابا الوقت تبدلات. المهم جيت الخريب قادر درت واحد الكروسه ديال الديسير، وكنخدم مع الناس شي كيجيبوا لي الدراري السلعه، مره نقدر ناخذها بوحدي، المهم على حساب. ودابا راه الزمان شويه قصاح وتغلبت على الدري هذا، ما قدرتش ندير ليه هذه العمليه، وكنطلبوا لكان شي واحد شي محسن يقدر يساعدني باش نديروا ليه هذه العمليه، والله لا يضيع اجر المحسنين.